حبايب قلبي، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. طبعا حبايب قلبي، اليوم رجعنا لكم فيديو جديد من يوميات عبود ومهدي. رايحين نشوف بيتنا جديد، طبعا مو بيتنا، بيتنا ملك يعني، بيت اللي استاجرناه. رايحين نشوفه جهز ما جهز، واكثر الناس كتبت لنا خلينا نشوف بيتك جديد. انا كنت حابب اني اصور لكم فيديو هو جاهز البيت، بس راح اروح نشوف البيت اذا جهز واذا ما جهز، ونصور لكم فيديو داخل البيت وتشوفون البيت. اوكي، خليكم مع الفيديو، مشاهده ممتعه. لا تنسون باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، نحبكم. بدهم اسمعوا بس على زبهم. خلاص يلا. طبعا يا جماعه وصلنا البيت، اهلكنا. مثل ما تشوفون البنايه لسه جديده، لا مليسه لا مدهنه لا مظبطه. فوتوا عليك، فنفوت نشوف البيت. وين نفوتون؟ من جوا؟ البيت أربع غرف، أربع غرف، بس الساعة مو جاهز. هاي أول غرفة، ثاني غرفة عرضنا. ما تشوفون هاي اغراضنا حاطينها بالغرفة. طبعا تعال تعال تعال، شحاط شاف شحاطه مهدي. تعال يلا، رايحين رايحين. شحاطات حطوا 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 بعدين. طبعا شفتوا الغرفة الثانية، هاي الغرفة، هاي غرفة اثنين. هنا المطبخ، هذا المطبخ، نطلع من الصالون. هنا غرفة، هنا الحمام، هاي الحمام، بعد الحمام هنا التواليت اللي يسكن. وين غرفة البقرة والصاروخ؟ هاي غرفة طويلة، هاي اختارينا سريع غرفة العبود والمهدي، البقرة والصاروخ. ممكن اسبوع 10 ايام نبقى، حاليا قاعدين مع اهلي. شو مهدي؟ عرفت اكبر حرفية؟ عرفت اكبر حرفية انت؟ مش هذا بعد البيت. مو هي مو هي، لا لا لا، حتى البيت الساعة كهرباء مو موصول عليه ولا مي. ننتظر اسبوع بس ان شاء الله يجهز. فهذا البيت يا اخوان، ان شاء الله كل شيء مدد له، كل شيء كهرباء مدد، بس ضل عنده الكهرباء، تجي الشركة حتى تربط الكهرباء بالفريزر، تركب له الساعة. ننتظر اسبوع. ما عجبنا بنت الجيران، شايفين؟ هاي بنتنا. شوف مهدي، شوف مهدي تحت. خطيبتك خطيب. لا 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 عبودي. ايوه شوي 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 شوي. بوس يلا، بوس بوس الدادة يلا. ايوه جيب لكم دادة زغنون. والله يلا بات النص. باي بيدورا باي بي. بس بوسة انت، بس بوسة، بس بوسة. هاي هاي يا جماعة، اسمعوا بدي اشوف مهدي يا جماعة، هاي بدي اخذها لي بس. مهدي مهدي اكبه، ما بدني يا مهدي. يلا مهدي، يلا مهدي، يلا مهدي، يلا يلا تعالي انت. بدي اشتري لك بسكوته وبطاطا وعلوك، واشتري لك عيجه. اوكي يلا مهدي، مهدي يلا، انتوا عبودي يلا.
لا لا دادا ايدك 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 هذا لك هذا لدادا لدادا بس ايدك بس ايدك ايدك يلا مين يلا هاي الدادا النبس شايفين بس لي بس لي الدادا انت ومهدي يلا يلا روح هذا ابن زيلان هذا ابن زيلان لا هذا لي اعطاني اياه طبعا يا جماعه فرجيناكم البيت وشفتوا البنوته انا قررت اني اعطي اخذ البنوته واعطي عبود ومهدي لاهل البنوته عشان نصور انا اياها عبود ومهدي ما بدي اياهم اوكي بدنا نصور انا والبنوته بس انا والبنوته لا لا خلاص 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 تمام 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 طبعا يا جماعه لين وصلنا لنهايه الفيديو اتمنى يكون نال اعجابكم لا تنسونا باللايك والاشتراك تفعيل الجرس بس يجهز البيت وعلى 24 نقعد ان شاء الله باذن الله نفرجيكم نصور فيديو تشوفون البيت كامل ان شاء الله